أهلا بكم مجددا. في آخر الأسبوع احتفلت قناة أورينت نيوز بالذكرى السادسة لانطلاقتها الأسبوع الماضي، وبهذه المناسبة جولت كاميرا آخر الأسبوع في أروقة مكاتب القناة لتنقل لكم أراء فريقها بأصعب المواقف التي واجهتهم خلال عملهم في تغطية الثورة السورية على مدار 4 سنوات. منذ انطلاقتها وعلى مدار 6 سنوات، واكبت قناة أورينت نيوز أبرز التطورات على الساحة السورية. ومع بداية الثورة دأب مراسلوها على نقل كل تفاصيل القصة من قلب الحدث، فكانوا متواجدين أينما حل القصف والدمار وسقطت البراميل المتفجرة، لينقلوا معاناة المدنيين وليوصلوا صوتهم علّه يلقى صدى. الآن وصلنا إلى هذا الحي وقد بدا خاليا تماما من السكان. في هذه اللحظة تماما يسقط برميل متفجر في حي المرجة، تسقط طائرة مروحية البرميل قريبا من مكان تصويرنا. الآن نشاهد الدخان يتصاعد من داخل الحي. لم تقل صعوبة مهمة المراسلين الميدانيين عن مهمة الصحفيين العاملين داخل أروقة قناة أورينت نيوز، فهم بعيدون عن الحدث ولكن أعينهم عليه، يتابعون ويرصدون كل التفاصيل ليقدموا القصة كاملة، ولأنهم جزء من الحكاية يتأثرون بها ويتفاعلون معها، وفي بعض الأحيان قد تمس مشاعرهم. كان في مقطع أبكاني فعلا، انتشال طفلي عمره ما لا يتجاوز العام. كان فريق الدفاع المدني بحلب بيحاول أنه ينتشلها من تحت الأنقاض. كانت يعني دماء تغطي وجهها، فعلا هاي البنت أبكتني. ومن أصعب المواقف التي واجهها فريق عمل أورينت هو تلقيه لخبر اختطاف المراسل عبيدة بطل وفريقه، بالإضافة لخبر استهداف طاقم أورينت نيوز في درعا من قبل النظام واستشهاد 3 من أفراده. هذه كانت قصة أورينت، وأبطالها كانوا يوسف الدوس ورامي العاسمي وسالم خليل. أنا شخصيا كنت على الهواء، صادفني خبر مقتل المراسلين في الشيخ مسكين، طبعا كان خبر مؤلم جدا، وتأثرنا جميعا باستشهاد الفريق الإعلامي لأورينت نيوز في الشيخ مسكين، استهدفوا بصاروخ موجه من طائرة النظام. ورغم مرارة كل خبر وصعوبة كل قصة أو قسوة كل صورة تأتي من سوريا، إلا أن طاقم أورينت نيوز بالداخل والخارج ما زال مصرا على المضي في هذا الدرب لعلها تشرق من جديد. مشاهدينا، بهذا نكون وصلنا إلى الختام كالعادة. لقاؤنا يتجدد في آخر الأسبوع. إلى اللقاء.